ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الآن الناس في بلدنا السودان سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم شنو فإذا هم فريقان يختصمون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. على رسول الله الأمين. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد زوجتك. فقد زوجتك. موكلتي. موكلتي. أسماء حسب الرسول محمد الزبير. عصمة. عصمة. عصمة حسب الرسول محمد الزبير. إلى موكلك. إلى موكلك. أبو بكر محمد عبد الله محمد. أبو بكر محمد عبد الله محمد. على كتاب الله. على كتاب الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى سنة رسول الله. وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وأذنت لمن يشهد. وأذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. الحمد لله. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. أما بعد. فقد قبلت. فقد قبلت. زواجة. زواجة. موكلتك. موكلتك. عصماء حسب الرسول محمد. عصماء حسب الرسول محمد. إلى موكلي. إلى موكلي. أبو بكر محمد عبد الله محمد. أبو بكر محمد عبد الله محمد. على كتاب الله. على كتاب الله. وسنة رسول الله. وسنة رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وعلى الصداق المتعارف عليه بيننا. وأذنت لمن يشهد. وأذنت لمن يشهد. والله خير الشاهدين. والله خير الشاهدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذا المقام الطيب وفي هذا المجلس في شعيرة من أعظم وأظهر شعائر الإسلام، ألا وهي الزواج. والمقام ليس مقام كلام كثير، وإنما التذكير ببعض المسائل المهمة فيما يتعلق بهذا الأمر. فأولا أقول، قال الله تبارك وتعالى ومن آياته، وهذه الآية من سورة الروم من ضمن آيات كثيرة تتكلم عن الآيات الدالة على وحدانية المولى تبارك وتعالى. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فخلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم من تراب، وخلق منه زوجه حواء، خلقها الله تبارك وتعالى من ضلع آدم الأقصر الأيسر، أي الضلع المقابل للقلب، وجعل ربنا بين الزوجين مودة ورحمة لتتم الألفة بالحياة الزوجية. قال سبحانه هن لباس لكم
وأنتم لباس لهن، يعني شبه المرأة للرجل والرجل للمرأة كاللباس، يحميه يصونه يجملك أمام الناس، تتزين به تستتر به وهكذا. لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وأيضا حث على تزويج الفتيات، فقال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. وحث كذلك الآباء على تزويج الفتيات من ذوي الدين، يعني ما تزوج إنسان إلا أن تتأكد أن عنده دين يعلم المرأة ويصونها في دينها أولا، وأن يكون عنده خلق يعامل به المرأة، لأن الإنسان قد يكون دينا عنده دين يصلي ويصوم ويوحد الله قبل ذلك وكده، لكن ما عنده أخلاق يعامل بها المرأة. فلو كان ذا دين ولكن ليس بذي خلق هذا لا يقبل، مرفوض. ولو كان ذا خلق فاضل ولكنه سيء الدين لا يقبل. فلا يزوج إلا من كان دينا خلوقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا، لاحظوا للمشكلة الآن اللي عندنا نحن، لأنه كثير من الناس اليوم لا يزوج ذا الدين والخلق. ليه؟ لمعايير تانية، معايير قد تكون نسب وقبيلة وكذا وكذا، قد تكون معايير مالية، ما عنده مال، ما عنده ما عنده إلى آخره. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوا. اللي بيحصل شنو؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. تحصل الفتن، يحصل الفساد بسبب ماذا؟ بسبب عدم تزويج صاحب الدين. لأنه بعد شوية حيجيك الزول اللي انت بترضاه، وده عن كثير من الناس. انت بترضى زول صاحب المال، صاحب الشرف، صاحب المكانة، مرموقة في المجتمع، غيره تقبل بزول زي ده، لكن ده بجيب لك شر وبجيب لك فساد كبير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. نقطة أنا أركز عليها خلاصة كلامي: كيف أعرف صاحب الدين الصحيح؟ ما الليل الدين ده ما كلمة كل إنسان قد يتشبث بها. الآن المجتمع عندنا مجتمع متفرق في عقائده، متفرق في عبادته، والتفرق ده مذموم، ما مطلوب في الشريعة. ربنا قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم. التفرق مذموم، طيب، لكن واقعا التفرق موجود. الآن الناس في بلدنا السودان باختصار شديد تعيش فرق وجماعات، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالكلام ده. وأنا أي كلام بذكره لك من مصدر وكلام موثوق عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وستفترق أمتي. يا أخوان المسألة دي مهمة، أنت أعرف إنه هذه الأمة ستفترق، دي حقيقة. والآن مفترق الأمة، طرق، جماعات، أحزاب، ملل، نحل موجودة في الأمة كلها، وكلها منتسبة للإسلام. الصوفية منتسبة للإسلام، بسموها الوهابية منتسبة للإسلام، الأخوان المسلمين فرق منتسبة للإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كلمك قال لك: وستفترق أمتي، حتفترق. طيب، هل الافتراق ده محمود؟ لا، ما محمود. هل كل الفرق صحيحة؟ ما ده سؤال يا أخواننا انت لابد تجيب عليه، لأنه انت عايش في واقع زي ده ويلزمك موقف. أنا أشوف الحق وين أقف معاه، أشوف الباطل وين أجتنبه، ولا كيف يا أخواننا؟ ده واجب عليك، كويس؟
ما تتخيل انه الامر ده امر سياسي ولا دي مواضيع سياسيه؟ في ناس عندهم كلام زي ده الشيطان جابوا لهم انه ده شغل سياسي وما تخش فيه والامه دي كلها كويسه. هو ما كويسه كلها، ما كويسه من ناحيه على العموم. هذه الامه امه هي الافضل وهي الاعظم ونحن الاخرون الاولون يوم القيامه زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الامه اعظم امه ما في شك، لكن هل كل الجماعات وكل الفرق والاحزاب الموجوده كويسه؟ ما كويسه. قال منو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. يا اخوانا الكلام ده انت عارف لو قالوا زوج سياسي ولا حاكم ولا قالوا منظر ولا مفكر، معلش نقول له كلامك ده غلط، نحن ما قبلنا نبيه. الكلام ده قاله النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم الأمة دي بتفترق ولها 73 فرقة والفرق دي كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة النبي عليه الصلاة والسلام ما سماها باسم، لأنه كتقلل الناس اللافة دي كلها. أي زول بيقول لك الفرقة الواحدة، الفرقة الناجة دي نحن، الصوفية دي نحن، داعش التكفيرين ده يقول لك دي نحن، أخوان مسلمين دي نحن، أنصار سنة يقول لك دي نحن. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفرقة باسم ولا ذكر بوصف؟ ذكر بوصف، ما سمى باسم، وصف. يعني هذا الوصف من وجد فيه هو من ضمن الفرقة الناجية، من لم يوجد فيه هو هالك بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة سألوه قالوا: ما هي يا رسول الله الفرقة الناجية ديتا؟ قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يلا يا أخوانا ركزوا معي، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. العلماء أخذوا من كلمة أنا وأصحابي فائدة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ما كنت عليه أنا بس، لا، قال وأصحابي. ليه؟ لأنه ما كنت عليه أنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابي أي أفهم سنتي دي بيفهم أصحابي والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكم الله والسميع العليم. إذا نحن نطلع بنتيجة، نتيجة من الحديث، إنه الإنسان إذا دار ينجو في واقعنا السوداني اليوم واللي أنتم شاهدينه وعارفينه كلكم وما يخفى على واحد منكم، واقعنا السوداني اليوم واقع بتاع طرق وفرق وجماعات وأحزاب ونحل. الواقع ده أنا كيف أنجو من نصه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ده ميزان، تعال شيل الميزان ده نزله في الجماعات الموجودة والفرق. أي فرقة تنزل الميزان ما تقول لي لا، ما تنتقد الناس وما تصنفهم. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم صنفهم قبل 14 قرن، قبل 14 قرن صنفوا لك النبي صلى الله عليه وسلم، وراك 72 في النار قال لك، واحدة في الجنة. إلا نهرب من الحديث ده، الزول داري لملم الناس الفكر بتاع الأخوان المسلمين بتاع لملمة، كلهم داري لموم العقيدة الخربانة معاهم، العقيدة الكويسة معاهم، كله معاهم جوا. ما ينفع دي لملمة، ما بتنفع، كله اللي بينفع الحق حق والباطل باطل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما في الحديث ده شرح لنا، أنا ادانا ميزان، الان انزل الميزان وانا بديك له علامات بسيطه. انا ما اقدر اطول الكلام، علامات بسيطه. الان الطرق الصوفيه الموجوده في السودان، نزل الميزان ده ما انا عليه واصحابي. هل يا اخواننا سؤال، عقيده الصوفيه الان هي عقيده الصحابه؟ عقيدتهم في دعاء غير الله. من الصحابه اكان بيقول يجوز تدعو غير الله؟ يا البرعي يا المكاشفي يا الحفيان ويا فلان، منو من الصحابه؟ ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم علمه شنو؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده جاء، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما تنزل الصوفية في الميزان ده بتلقاهم ديل من أول خطوة من الخطوات ديل سقطوا من الجماعات المستقيمة، دي جماعة منتهية كل الطرق الصوفية. ابدا من اول طريقه خشيه السودان، الطريقه القادريه، بعديه الختميه، بعديه السمانيه، وكل الطرق الموجوده الان عندهم دعاء غير الله، تمسح بالقبور. كويس؟ دعاء لاهل القبور، موتى.
ناس موتى يشربوا بمويت الشيخ زي ما قلته فهمت، ويستعينوا بهم ويتوكلوا عليهم عديل كده. في التلفزيون في واحد أعرف المعلومة دي، ده واقع يا أخوانا واقع كويس، في قناة اسمها الخضراء قناة كاملة، تلفزيون النيل الأزرق بيجيب برامج اسمه حلل البريق. البرامج دي فيها شنو؟ جابوا واحد اسمه محمد المنتصر، ده زول ببساطة داعية بتاع شرك، يعني لو اقتنعت بالعقيدة بتاعته دي وآمنت بها تطلع مشرك كبير. ده بقول شنو؟ قال بجوز تخيل معاي تنادي الشيوخ وتقول مدد يا شيخ فلان ونظرة وعدد، قال بجوز، وقال عنده دليل على الكلام ده. وين الدليل؟ قال الدليل في سورة الحديد، ربنا قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. هل الآية دي عندها علاقة بيتقول يا فلان مدد والحقونا ونظر يا أبو هاشم؟ عندها علاقة؟ ما عندها علاقة، لكن ده دجل منه. الآية معناه انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم أي نستضيء بنوركم، وده بقولوا المنافقون يوم القيامة للمؤمنين، لأن المنافق ما عنده نور والمؤمن عنده نور، داير يستظل المنافق بنور المؤمن وأنى له. إذن باختصار شديد، الطرق الصوفية دي دعوتها دعوة لتعبد الشيوخ، تستعين بهم، تدعوهم، تتوكل عليهم. لو دار تعرف حقيقة الكلام ده أسمع إذاعة الكوثر شغالة في البلد دي 24 ساعة، أسمع إذاعة قناة ساهور، أسمع قناة الخضراء، النيل الأزرق، ومدرمان بتاعت حسين خوجري. دي قنوات يا أخوانا بيجيبوا الزول اللي اسمه محمد المنتصر ده. أنت عارف ده بيقول شنو؟ بيقول الولي بتاع الصوفية، الولي يخلق مع الله، يخلق عديل ها؟ والولي قال ينفع ويضر. نحن أول مزي مشينا العباسية تقل الجبال هناك غرب كردفان أو جنوب كردفان، مشينا لقينا محمد المنتصر وحامد الصوفي اللي جاي ده شغالين هناك بيعلموا في المسلمين. قالوا بجوكم الناس هنا بالعبارة دي، بيقول لكم الله براو. لا لا قال ما الله براو، شيوخ ديل مع الله برضو، قال ينفع ويضر ويلحق، وقال يمرق من الغبر يقضوا حوايا الناس ويرجعوا الغبر ثاني. دي عقيدة الصوفية، دي العقيدة بتاعت الصوفية. عشان كده الدعوة السلفية لما جات البلد دي زمان كانت دعوة واضحة ضد التصوف وضد الناس اللي بيعتقدوا العقائد دي، كانت دعوة صريحة وواضحة. لكن الآن اتلخبطت عند كثير من الناس، كثير منهم لخبطوا الآن، يجي يقول لك لا ما في داعي تطرق المواضيع دي وما تتكلم عنها والأمة بخير وما تذكر أسماء الناس وما تذكر عقائدهم. يا ناس اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل. دعوة التوحيد دائرة وضوح ودائرة صراحة. نبي من الأنبياء إلياس عليه السلام كلم مع قومه، ربنا قال في سورة الصافات وإن إلياس لمن المرسلين. ده ما عنده حكمة؟ الآن بدعوة الحكمة ضيعوا العقيدة، دعوة الحكمة وكذب، ما في حكمة، ما بيعرفوا الحكمة ولا بيعرفوا الدعوة ذاتها. يقول لك الحكمة وكلامكم ده ما فيه حكمة. يا ناس نحن دارين ننقذ الناس، دارين ننقذ مجتمع قبضته الصوفية كده وعلموه يدعو غير الله ويستعين بغير الله ويصبح للشيخ ويتوكل على الشيخ. لما تكلم الناس بوضوح يجيك واحد يقول لك لا ده ما من الحكمة وده ما من دعوة الرسل. ربنا قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا، ده الزول كان بيدعو، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال لهم تخلوا الله وتنادوا بعل أسأل ليلة. نحن لو جينا للأمة دي قلنا لهم زي الكلام ده، تخلوا الله تنادوا البرعي وتنادوا الصايم ديمة وتنادوا الريكاني، تخلوا الله، الله الكريم، الله اللي بينزل إلى سماء الدنيا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ينزل إلى سماء الدنيا ربنا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ده ربنا سبحانه وتعالى يتودد للعباد. لكن بعد ده يجي البرعي يقول لك في التلت، ده التلت الليلة الأخير النبي قال تنادي الله، البرعي قال في التلت ناديهم، نادي الأولياء، قوم وصيح بهم وابقى منهم وليهم وخلي الحمالة عليهم. أسألكم بالله الكلام ده صح؟ ده مش شرك واضح؟ انت لما تنكر الكلام ده عند كثير من الدعاة، وده انا بعتبرهم باعوا الدعوة ببساطة، والله باعوا الدعوة، الدعوة واضحة يا اخواننا. ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس،
بين وضح ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دي ما دعوة بتمشي لقدام زي ما قالوا علمانا، هذه دعوة كسيحة ميتة تحمل جراثيم الموت في ذاتها. دعوة الإسلام دايرة دعوة واضحة واضحة، تعبدوا الله ما تعبدوا الشيوخ أيا كانوا. في ناس عبدوا عيسى بن مريم عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام نبي كريم رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل، لما عبدوه ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا يؤفكون. عيسى بن مريم عليه السلام لما الناس عبدوا الله قال لهم عيسى بن مريم بشر وأمه بشر يأكل الطعام. ده عيسى بن مريم الليلة جيت قلت لهم خلي مقام عيسى بن مريم العالي، قلت لهم بس واحد ساي سوداني البرعي ما تدعو ولا تنادو ولا الكباشي يقوموا عليك نبس الأولية وسئت للأولية ويجي ناطي واحد به جاي ده من المخزلين اللي بيضربك من ورا، تماشي قدام بتدعو للسنة يضربك من ورا، يقول لهم ده ما عنده حكمة وده ما عنده أسلوب وكلامه ده ما بينفع. ليه؟ منو قال لك ما عنده حكمة؟ منو قال لك ما عنده أسلوب؟ ده شغل الأنبياء. إبراهيم عليه السلام قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كلام واضح. تماثيل دي شنو اللي انتوا عاكفين لها وبتعبدوها؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين؟ ولذلك أحبتي الكرام باختصار شديد، في ناس غير الطرق الصوفية، ده موضوع انتهى. الناس اللي ادعوا الدعوة الصحيحة كثير منهم انحرف عن الدعوة وخلى الدعوة وباعوها بثمن بسيط، الواحد عشان يدوا منبر ها ولا عشان يدوا مرتب ولا عشان يمشي هناك للرئاسة بتاعته ويصرف قريشات، داير يعمل يعمل فازو الشعبي وزول محبوب لدى المجتمع ويطلع في المنبر يقول لك كلام عام وكلام رنان وكلام عن الاخلاق وعن السيره وان كان كلام طيب لكن هو داير يلملم الناس ويسترضيهم على حساب دين رب العالمين، داير يسترضي الناس ما بينفع. قول كلمه الحق خليه يرضى الله، الله يرضى، لكن البشر كثير منهم ما بيرضوه. ربنا قال وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ربنا قال وقليل من عبادي الشكور. أنت داعي إذا ترضي الناس تسترضيهم تستلطفهم، ناس بيعبدوا في القبور ما بيرضوا لك إلا تبقى زيهم بتعبد في القبر تتمسح بتراب الشيخ وتصف التراب وتشرب الموية بتاعت الشيخ وتبقى زيهم. ولذلك الميزان للدعوة الصحيحة الدعوة الحق الدين اللي أنت بتكون عليه دين الصحابة رضي الله عنهم، دين التابعين ومن تبعهم بإحسان من علمائنا المرضيين علماء الأمة من زمن الأئمة الأربعة مرورا بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن كثير وابن مفلح ومرورا بأئمة هذا العصر شيخ الألباني شيخ ابن عسيمين شيخ مقبل الشيخ ربيع الشيخ الفوزان غيرهم من علماء الأمة الآن المتوفرين. إنسان يتعلم العلم الصحيح عنهم ويأخذ الدين الصحيح الصافي من غير أي عقيدة منحرفة وما تكون جبان في دينك. أكلمك النصيحة ما تكون جبان في دينك، عقيدة الحق حقه بأدلته من الكتاب والسنة لا مجاملة لأحد ولا غيره. عموما أنا أطلط في الكلام ولكن هذه كلها في تعريف من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الإنسان إذا وجد صاحب خلق وصاحب دين يزوجه، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، حتى الفقير زوجه ربنا بيغنيه من فضله. وذكر عن السلف أنهم كانوا يقولون التمسوا الغنى في النكاح، كما ذكر عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أشكر لكم جميعا حسن الاستماع وأعتذر عن الحدة في أسلوبي، معلش شوية كده أنا بسخن وعندي مصران بزعل شديد فلو كلامي بقى حار شوية مشوا علي اعتبروا مني أنا بس كده ده مشوا علي، لكن في النهاية أقبلوا الحق من الآيات والأحاديث. جزاكم الله خير وأنا بارك إن شاء الله جميعا لأخونا وولدنا البار المحترم أبو بكر محمد عبد الله، ربنا يوفقه ويجعل بيته رغدا ولا يجعل عيشه كدا ويوسع عليه وعلى زوجته وعلى جميع أهله، ربنا يجعلهم مفتاح للخير ومغاليق للشر ويرزقهم الذرية الصالحة الطيبة
اللي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر ويجمعهم جميعا ونحن جميعا معهم في جنات رب العالمين الجنات العلى. بارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.